والله أنا أتفق معها تماما، نعم وهذه القضية عشناها. يعني نعم مسألة أن الناس يعني انضم بعضها إلى بعض وأصبح الفكر شبه واحد، نعم وأصبح التعاون على شده وكأنهم إخوة فعلا من أب وأم. ثم بعد ذلك لما تنفسوا قليلا رجعت المسألة عكسية، وأصبح يضرب بعضهم رقاب بعض ويسرق بعضهم أموال بعض، وهذه مصيبة وكارثة. والقرآن علمنا بأننا نفتش عن الخلل في أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. إذن الخلل فينا، نعم احنا يعني اتبعنا ربما منهج الله سبحانه وتعالى فترة، ثم بعد ذلك يعني تركنا الطريق المستقيم وأخذنا في بنيات الطريق. الله المستعان. فنتفق أنا أتفق مع هذه المرأة التي سألت، بارك الله فيها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا إلى الصراط المستقيم. آمين آمين. وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين الداخلين والخارجين. آمين آمين. إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم.